أستاذ صفوان، يعني مثير للجدل على كل حال. نشرك معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي مبارك أهل عاتي. أستاذ مبارك، أهلا ومرحبا بك معنا، منورنا في استديو التاسعة. العزيز وبمشاهدك الكرام، يا مرحبا أستاذ مبارك. احتكاك يبدو نادرا بين ميليشيات إيرانية وربما بين الحرس الثوري الإيراني والأمريكيين على الأرض السورية وفي السماء السورية، في أي إطار تضع هذا الاحتكاك؟ يعني رغم أني يعني انضميت متأخرا، لأن سمعت إلى جزء من ما قال الزميل، يعني يكاد يكون قريب من الواقع، لكن لوجهة نظر أن ما جرى مؤخرا من الأمريكان على الأراضي السورية بالفعل ما هو إلى ذرة للرماد، يعني لا يقدم ولا يؤخر. جاءت هذه الهجمات الأمريكية في الوقت الذي كان فيه المستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوم الثلاثاء يجتمع مع نظيره السلفان في واشنطن، كمان يأتي في الوقت الذي اليوم يزور وزير الدفاع الإسرائيلي قاعدة تامبا ويلتقي بكوريلا. يعني بمعنى أن هذه الضربات الأمريكية ما هي إلا تهدئة لروع إسرائيل، مع أن إسرائيل أكثر واعيا في رأيي وأكثر مخافة من التحركات أو التقارب الأمريكي الإيراني، أو دعنا نسميه يوم 5 سبتمبر اللهاب، أو يعني وهو الموعد المضروب لتوقيع الاتفاق. في اعتقادي أن إسرائيل اليوم بدأت في عجلة من أمرها على الأقل لتأخير الاتفاق، لأنها لن تستطيع أن تمنع الاتفاق، لكنها ربما تسعى لتأخير. لكن بعيدا عن الموقف الإسرائيلي قليلا أستاذ مبارك، هذه الضربات يعني هل يمكن أن نسميها دبلوماسية الغارات من أجل إتمام الاتفاق النووي؟ بالفعل، يعني كما قلت لك أنها خطوات إرضائية لإسرائيل، خطوات غزلية لإسرائيل، وأرادوا أن يطمئنوا إسرائيل بأننا لن نتسامح، مع أني أرى أن هناك يعني سعيا محموما أمريكيا غير مبرر وراء هذا الاتفاق. طبعا لهم مبرراتهم الأمريكان، لكن في نظرك في دول المنطقة هناك سعي يقع تحت ضغط مصالح الأمريكية من للسيطرة على أسواق الطاقة التي تضغط بشكل رهيب جدا في الداخل الأمريكي. ولذلك في رأيي أن الأمريكان أصبح من الأهداف الرئيسية والأهداف الكبيرة هو الاستحواذ على الحصة الإيرانية في أسواق الطاقة، ولذلك يستعجلون من مسألة توقيع الاتفاق، لكنهم فرملوا أمام عقبة رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب. أعتقد حتى أن الإيرانيين بدأوا يخففون من لهجتهم في هذه الناحية وقالوا أننا لم نطالب أصلاً برفع الحرس الثوري، لأن ما أدرك أن واشنطن يعني لا تريد أن تغضب إسرائيل في هذه الناحية، سيبقى الحرس الثوري وشركات الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، مع أني أخشى أن يتم إفراغ قرار تجريم الحرس الثوري من محتواه، ومن ثم التلاعب على هذا القرار من خلال الزج بشركات إيرانية أخرى.